أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يؤمن إيمانا تاما بأهمية إشراك المواطن في قرارات الدولة في مختلف المواقف والظروف، وهو ما عكسه توجيه سموه بترك الخيار لأولياء الأمور حول حضور الطلبة إلى المدارس أو تلقي التعليم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير الإعلام في النسخة السابعة لملتقى قادة الإعلام العربي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء إعلام جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، إضافة إلى عدد من المسؤولين العرب. خلال مشاركته في ملتقى قادة الإعلام العربي، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن حكومة مملكة البحرين تشارك المجتمع قراراتها في مختلف المواقف والظروف. إحنا في البحرين هناك إيمان تام في الحكومة بأن أي قرار يصدر خلال هذا الظرف الاستثنائي يجب أن يكون بمشاركة المجتمع. أعطيك مثال بسيط، كان هناك اهتمام شخصي من صاحب السمو ولي العهد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن العودة للمدارس على سبيل المثال يجب أن تكون اختيارية لأولياء الأمور. هناك ثقة متبادلة بين الحكومة والمواطن، يترك له الخيار ويشارك المواطن في هذا القرار. كما تطرق سعادته إلى المسؤولية المشتركة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. إذا تحدثنا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي أنت تتحدث عن إدارة هذه الوسائل، عن محتوى هذه الوسائل، وعن المستهلك لهذه الوسائل. جميعنا نتشارك في هذه الثلاث. من يدير وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مؤسسات حكومية أو تقليدية أو رسمية أو أفراد أو أشخاص، المستهلكون نحن، والمحتوى كذلك نحن، سواء كان خبر رسمي أو خبر خاص أو مناسبة خاصة، جميعنا نشترك في هذا الأمر. كما استعرض سعادة الوزير المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب بشأن تدريس التربية الإعلامية كمقرر في المدارس. هناك مقترح تقدمت فيه البحرين لجامعة الدول العربية من خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب بأن يتم تدريس على سبيل المثال التربية الإعلامية في المدارس. اليوم من لا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؟ من الطفل إلى الأكبر سناً في هذا المجتمع، ولكن هناك حدود يجب أن نقف عندها، يعني يجب أن لا يترك هذا الأمر بهذه الصورة، استخدام بعض الصور بشكل مشوه. في السابق كان يعتقد بأن الدولة يعني تحارب هذه الوسائل لأنها قد تتناول مواضيع سياسية، الآن نتحدث عن مواضيع تربوية، مواضيع عقائدية، دينية، مواضيع فيها كثير من الإساءة، فالعملية مشتركة، يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين المجتمع، المدرسة، الجامعة، رجال الدين، يجب أن نحارب. نحن مجتمعات بفضل الله سبحانه وتعالى مجتمعات متسامحة، مجتمعات لا ترضى بالخطأ، الصغير يحترم الكبير، أما أن تترك بهذه الطريقة، نرى الرفض في كل مكان، نراه في الصحافة، نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما زال هناك في استمرارية في إساءة استخدام هذه الوسائل. فالعملية مثل ما قلت لك عملية مشتركة، تحتاج شيء من الوقت، تحتاج يعني هي فترة مخاض يجب أن يتعداها مجتمعنا العربي لحسن استخدام هذه الوسائل لخدمة مجتمعاتنا بشكل أفضل. وخلال الملتقى أكد وزير الإعلام أن مصطلح الصفوف الأمامية يشمل العاملين في مجال الطب والأمن وكذلك في مجال الإعلام.
نحن يعني في حاجة بشكل سريع ومتواصل أن نكون احنا على مقربة من الحدث نفسه، والتواصل مع الشارع ومع الرأي العام وإمداده بكل المعلومات الصحيحة. متى ما تأخرت فأنت الخسران، هي كما هي ساحة المعركة، من يصل أولا يعني يكون وضعه أكثر أفضلية من الآخر. لذلك يعني جزيل الشكر لكل من يعمل اليوم في هذا القطاع، قطاع الإعلام، سواء كان تقليدي أو رسمي أو وسيلة إعلام خاصة أو رسمية، أصبحوا في الصفوف الأمامية الأولى للتصدي لهذا الظرف الاستثنائي اللي احنا نمر فيه. يعني نسمع كثيرا عن الصفوف الأمامية، وأنا أعتقد بأن الأخوة العاملين في مجال الطب هم من يتصدر هذا المشهد، رجال الأمن، وكذلك هي وسائل الإعلام. هذا ويناقش الملتقى عددا من القضايا والتحديات التي يواجهها الإعلام العربي من خلال 4 جلسات بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية وعددا من وزراء الإعلام العرب وأكاديميين وإعلاميين وكتاب وصحفيين من مختلف الدول العربية.